لسه مكملين معاكم كلام على معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته رقم 53، لأن المعرض بيلقى إقبال كبير جدا وليه عدد كتير أو في أكتر من جناح وأكتر من فعالية بتقام. يمكن امبارح من ضمن الأنشطة والفعاليات اللي كانت موجودة في اليوم الثالث لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كان في برضو جناح هناك، وهو جناح الطفل اللي لقى يعني إقبال كبير جدا من الزوار، بنتكلم في 91,000 زائر في اليوم الأول للمعرض فقط. تعالوا نشوف لقاء مع الدكتور محمد عبد الحافظ ناصر، رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل. احنا النهاردة في جناح الطفل، جناح كتاب الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 53. بنشكر السيدة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم على تخصيص هذا الجناح لهذا العام، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب. النهاردة في الحقيقة احنا نتكلم على حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية أنشطة المعرض جناح الطفل، وهي عبارة عن أنشطة متعددة ومتنوعة في العروض الفنية، في الأنشطة القولية، في الحكايات، في الجناح الفني والرسوم، في الأراجوز، في الساحر، في الكورال. يعني الأب والأم الوالدين اللي هيجيبوا أطفالهم هيستمتعوا، بالإضافة إلى أن موجود عدد كبير جدا من دور النشر موجودين في جناح الطفل. النقطة الثانية المهمة جدا وهي جائزة الدولة المبدع الصغير. احنا في المعرض في الحقيقة المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي خصصنا مكان للإعلان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير. موجود زميل موظف من المجلس الأعلى للثقافة بيشرح للأطفال والأولياء الأمور طبيعة الجائزة. طبعا الجائزة أعلن عنها في عامها الثاني. الجائزة صادرة بقرار جمهوري 204 لسنة 20 وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية. عندنا في الجائزة ثلاث فروع، في الأداب وفي الفنون وفي التطبيقات الإلكترونية. عندنا في الأداب في الشعر وفي القصة وفي المسرحية، والفنون عندنا الرسم والغناء والعزف على العود والبيانو. عندنا أيضا التطبيقات الإلكترونية والابتكارات. عندنا فئتين عمريتين، فئة من 5 ل 12 عام، وعندنا من 13 لغاية 18 سنة. بالنسبة لفروع جائزة الدولة للمبدع الصغير، احنا دايما عندنا ثلاث فروع، القصة وفي الشعر وفي المسرح، ده الفرع الأول اللي هو في الآداب. اشترك السنة اللي فاتت على سبيل المثال 4500، احنا بنطمح السنة دي ان يشترك يعني 45,000 50,000 طفل من الموهوبين الموجودين في مصر ان شاء الله. طبعا قيمة الجائزة في كل فرع من الفروع 40,000 جنيه، يعني في القصة القصيرة في كل فرع من الفرعين 40,000، يعني بنوصل لعدد الجوائز تقترب من 750,000 جنيه، حوالي ما يقرب من ربع مليون جنيه. وأيضا الطفل بيحصل على لقب حاصل على جائزة الدولة المبدع الصغير. أيضا بيتم فيه رعاية من المجلس الأعلى للثقافة وبقية الجهات اللي موجودة في الوزارة، يعني كل مجال في مجاله. يعني مثلا في الكتابة المركز القومي لثقافة الطفل بالتعاون مع المجلس هيصدر الأعمال اللي هي فائزة في الكتابة. الرسم عندنا قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لأصول الثقافة. الموسيقى طبعا عندنا الأوبرا وعندنا الهيئة العامة لأصول الثقافة وعندنا المركز القومي لثقافة الطفل، عندنا صندوق التنمية الثقافية. هيبقى كل هيئة وكل قطاع من القطاعات اللي موجودة دي هيبقى من مهمها أن هي تهتم بالمواهب اللي هي فازت.